kan akidah, wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan, berakhirlah sudah sesi ceramah bersama kami berdua dan kita tutup dengan bacaan doa. Kita bacakan dengan surah Al-Fatihah dahulu. Al-Fatihah. Sebelum saya baca doa, selepas ini kami akan berdiri dua-dua orang. Jadi nak ambil gambar ke boleh. Jadi tak payah rebut-rebut, takut jatuh, takut apa. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من السعداء المقبولين ولا من الأشقياء المردودين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين والشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله Jadi kita mempersilakan semua kumpulan intim untuk bersama-sama di belakang kegeraman kita. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.